دلوقتي جه ميعادنا مع جولة من الأخبار كده الخفيفة من مختلف أنحاء العالم، والخبر ده خبر يعني يمكن الناس اللي جربت تحضر حفلات خيرية أو بتسمع عن التومبلا أو إنه بيبقى في حفلة بيخصص العائد بتاعها للخير. هي نفس الفكرة تقريبا، في حوالي 1000 صياد من أمريكا بيشاركوا في أكبر مسابقة صيد خيرية في الجليد في العالم. المسابقة دي بتتعمل في ولاية مينيسوتا، وقالت تشين زيجلر منسقة قسم التسويق في المسابقة أن قيمة الجايزة هتوصل ل $200,000، والحدث الخيري ده بينظمه متطوعين من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعوا $4 مليون على مر السنين عشان يوزعوا عائدها المادي على 67 جمعية خيرية. لونه حلو العفريته اللي هو لابسها البرتقالي. لا يعني انت متخيل بقى في بيجمعوا، يعني عاملين حفله صيد عشان يجمعوا رقم ده، احنا قلنا 67، لا جمعوا $4 مليون على مر السنين. على مر السنين؟ جمعوا 4 مليون دولار على مر السنين. في مينيسوتا على مر السنين. هي مينيسوتا كده. هي مينيسوتا. بس خيرين والله. هي خيره مينيسوتا. طيب نروح لخبر تاني، عايزك تحضريني بعد اذنك يا جمال. انا معاك. يعني الخبر ده مهم جدا. كلي اذن صغير. عارفه اللي اشترى لمبه زينون للمكنه قبل ما يشتريها؟ زي اللي راح اشترى كاوتش قبل ما يشتري العربيه. فيعني الناس دي انا ما بفهمهاش. في واحده عندها 29 سنه راحت اشترت لبس اطفال ب $4,000. الناس سالوها ليه؟ قالت لهم ان شاء الله كده عشان لما اخلف. بس قصة قصيرة حزينة. $4,000 لبس أطفال عشان لما تخلف إن شاء الله، لما تبقى حامل أصلاً، هي مش حامل، يعني لما تبقى حامل إن شاء الله، اللي هو لبس الأطفال ده يعني بيصغر كل يوم. أيوة، ما هي واضح إن هي عاملة حسابها. بص أنت لو خدت بالك من الصورة، أنت شايف التدرج في المقاسات؟ هي يعني هي عامله حسابها هي واضح ولا ده الستاند؟ بس السؤال، لا ما هو الستاند واضح انه، بص بقى وراها في الصوره اللي وراها هتلاقي الستاند يعني ستيت، يعني مفيش حاجه واحده مستوي. بس لا هي عامله حسابها يعني طبعا عامله حسابها. لا احنا لا في لا في تفكير، في تفكير. دي دماغ صاحيه ده ما بتنامش. $4,000 وانا يعني تلاقيها اصلا مش متجوزه. بس هو السؤال برضو هنا، طب هي جابت اللبس ايه، ولاد ولا بنات ولا جابته؟ لا بقى ما $2,000 ولاد و $2,000 بنات. بس احنا حاجاتنا اكتر منكم، خلينا نقول 3000 بنات. ده بيبي، ده حته لحمه حمراء، ده حته لحمه حمراء، مفيش حاجاتكم وحاجاتنا. هو بيعملش حاجه غير انه بياكل وبينام وبيغيروا له البامبرز. مش اي حاجه تانية. في توك، في جزم خروج، مفيش توك، ما بقاش في شعر اصلا. بقى في حتى لو مفيش شعر. مفيش توك ايه؟ حتى لو مفيش يا جماعه احضروا توك ايه بس؟ مفيش حاجه خالص. مفيش، ده حتى ما بقوش يخرموا ودان البنات عشان بيقولوا غلط دلوقتي. الدكاتره بقوا يقولوا لا ما تخرمهمش. بعيدا عن الحلقان بتاعت البنات، لا في توك يا كبير ويفتح عينه. والله اسمها ايه؟ هيد باندز. لا اله الا الله، هيد باندز. شفت الموضوع كبير؟ الموضوع كبير. هنشوف انا الموضوع. هتكلم انا هيد باندز. هيد باندز.